بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. دلوقتي يا جماعة في جولة على أطقم الحلل الجرانيت، أسعارها كويسة جدا في تخفيضات العائلة. الرياض، حي النهضة، شارع سلمان الفارس، مخرج 30. في عرض كويس، الحلل دي جرانيت تركي اهي. لما لقيتهم عرضهم كويس قلت أصورهم لكم بالمرة. والجرانيت بتاعها ناعم، الحلة دي مقاس 28 سم، هما 9 قطع، 3 حلل مقاس 28 و24 و20، وفي قلاية ايه، وفي صينية. الصينية دي مقاس 28 برضه بغطا ايه. بصراحة عرضهم حلو ب 299 ريال. الكرتونة بتاعتهم اهي، والبيانات بتاعتهم اهي، 299 ريال، عرض كويس جدا في تخفيضات العائلة اهو. ولما لقيتهم كويسين كده قلت اصورهم لكم. وفي اللون النبيتي ده واللون اللبني ده اهو، 299 ريال يا جماعة. مكتوب في حلة مقاس 20، وحلة مقاس 24، وحلة مقاس 28. والقلاية والصينية، القلاية والصينية الاثنين مقاس 28، يعني كبير. دي مقاس 28 القلاية دي، والصينية المغطى دي مقاس 28، والحلة دي مقاس 28، ودي 24، ودي 20. 9 قطع ب 299 ريال، وتقال يا جماعة تقال. وفي هنا في الغطى عاملين فتحة عشان البخار اهي، في هنا الغطا هنا عاملين له نظام مخصوص عشان يطلع منه البخار. عرض كويس ان شاء الله، ان شاء الله ربنا يكرمنا واجيبه ان شاء الله. واليد بتاعته منه فيه، يعني ولا تتكسر ولا ممكن تخش الفرن. اللي عايز يعمل حاجة في الفرن ممكن تخش الفرن يا جماعة. بالنسبة للحلل او الصينية تخش الفرن عادي، لكن القلاية طبعا لا. عرض كويس ب 299 ريال، ومدن تركية، صناعة تركي يعني. هنا دي ماركة السيف، الحلال دي ب 251 ريال، مركز السيف، ماركة السيف. 4 حلال مقاسات مختلفة اهي. طب شكلهم اهو، دي حلة كبيرة، دي شكلها مقاس 30، دي وغطاهم ازاز. وفي منها الاحمر اهو 251 ريال، ال4 حلل دول اهو شكلهم اهو، 1 2 3 4، 251 ريال يا جماعة. عرض كويس. الطقم ده مكتوب 16 قطعة حلل اهي، هما دول، وهم ايه، جرانيت ناعم ايه، الحلة من جوه ناعم جدا. هي دي جرانيت ولا سيراميك؟ جرانيت ايه، جرانيت. طب هما مكتوب 16 قطعة، يعني ايه الزيادة؟ يعني ايه الملاعق مع الكوارع مع المساع مع اهو. عرض كويس جدا ب 279 ريال. بس اللي انصح بيه بصراحة، اللي انصح بيه اللي هو الجرانيت التركي ده، عرضها كويس جدا. انا بوريكم الاشكال، ودي برضو ايديها منها فيها وتقيلة. والغطا اهو، الغطا ازاز. ودي بقى دي كمالتها يعني، بقيتها ودي الحاجات اللي من جوه. بس هما 16 قطعة بس، هما بس دول اللي مطلعينهم من الطاقة. في شكل تاني اهو، ده منه اسود، مكتوب عليها كام؟ لا دي الحلة، دي الحلة دي مش بالطاقة،
دي مكتوب عليها 53 ريال. بصراحة يا جماعة عنده مطقم حلوة، يعني دي خمس حلل، الطقم ده خمس حلل. بقول لك الطقم ده كم قطعة؟ بكم ده؟ 286. 286 جرانيت ولا جرانيت تركي؟ جرانيت تركي. دول خمس حلل جرانيت تركي. اه طب مش مطلعين منها نشوفها؟ طب اديني واحدة منهم كده. ما شاء الله تقيلة. دي متهيألي دي تبع دي. هذا اللي هو ده؟ ايوه. احسن حاجة فيهم يا جماعة نقليها منها فيها. تخش الفرن عادي. ايوه انا اديتكم فكرة اهو. هو ده الطقم 200 كم؟ ب 200 وكم ده؟ 286 يا جماعة، خمس حلل وصناعة تركية، عرض كويس. اديكم فكرة عشان تيجوا، بصراحة الحلل على عرض كويس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انا خدت لكم جولة كده في الحلل، يا رب تكونوا استفدتوا ان شاء الله.